قبل ما نبدأ الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك، العلامة اللي صباعها مرفوع لفوق، وكمان تدوسوا على زرار الاشتراك الأحمر عشان يوصلكوا كل حدوتة جديدة هننزلها. صباح الخير. ايه ده النهاردة 10/10؟ ده النهاردة عيد ميلاد ماما، لازم استعد بقى. اول حاجة هدخل الحمام، هغسل اسناني، وبعد كده هجهز الدش بتاعي علشان اخد الشاور. هختار بقى بدلة حلوة تليق بالمناسبة دي. كده تمام قوي، هروح بقى اشوف اللي ورايا. صباح الخير يا سيمبا، تعالى يلا افطر، عملت لك الفطار اللي انت بتحبه. صباح النور يا ماما. بعدين انا ورايا حاجات مهمة جدا لازم اعملها دلوقتي حالا. رايح فين بالبدلة اللي انت لابسها دي؟ لما ارجع يا ماما هبقى اقولك. هو في ايه؟ هو ماله سيمبا؟ ايه ده، انا نمت كتير ولا ايه؟ النهاردة 10/10؟ النهاردة عيد ميلاد ام سيمبا، لازم استعد بقى، النهاردة يوم مميز جدا. اول حاجة هدخل الحمام اغسل سناني. هاخد بقى الشاور بتاعي وبعد كده هروح احضر نفسي. هختار بقى بدلة تكون حلوة. الله، دي حلوة جدا عليا. لما اروح بقى اجهز التورتة. ايه يا ابو سيمبا، صباح الخير. صباح النور يا ام سيمبا، عاملة ايه؟ كويسة، بس انت كمان لابس بدلة؟ ده سيمبا كمان لابس بدلة. اصل عندي شوية مشاوير لازم اخلصهم. عن اذنك. تعالى يا ابو سيمبا، رايح فين؟ هو في ايه؟ ايه اللي بيحصل بالظبط؟ لازم دلوقتي حالا اتصل بكل حيوانات الغابة صحابي عشان اعزمهم على عيد ميلاد ماما. اول حاجة هتصل بميمون صاحبي. الو، ازيك يا ميمون؟ ازيك يا سندة، عامل ايه؟ انا بتصل بيك عشان اعزمك على عيد ميلاد ماما، هستناك النهاردة. طبعا اكيد هاجي. ودلوقتي بقى هتصل بالزرافة. ازيك يا زرافة، عاملة ايه؟ اهلا، ازيك يا سيمبا، انت عامل ايه؟ النهاردة عيد ميلاد ماما، هستناكي. اكيد طبعا هاجي. انت اتصلت بباقي صحابنا؟ لسه دلوقتي هكلم فلافيلو، وكلمت ميمون من شوية. طيب فلافيلو جنبي اهو لو عايز تكلمه. ايوه يا سيمبا، معاك فلافيلو، ازيك عامل ايه؟ ازيك انت يا فلافيلو، هستناك النهارده في عيد ميلاد ماما. اكيد طبعا هاجي، وهنيجي كلنا نحضر العيد ميلاد. كل سنه وهي طيبه. يلا بينا يا فلافيلو، نروح ننادي ميمون عشان نستعد لحفله عيد الميلاد. صباح الخير يا زرافه، صباح الخير يا فلافيلو. صباح الخير يا ميمون. احنا حالا كنا هنعدي عليك علشان خاطر عيد ميلاد ام سيمبا النهارده. وانا كمان جايلكوا عشان نختار الهدايا سوا. يلا يا اصحابي، يلا بينا. ودلوقتي بقى هختار الزينه لماما. دي لا، دي مش حلوه، هختار غيرها. ايوه دي احلى، وكمان هحط البلالين دي، وكمان هحط الزينه دي. الله، كده تمام قوي. هروح بقى اشوف بابا خلص التورته ولا لا. لازم دلوقتي ابدا اعمل التورته. اول حاجه هغير البدله دي عشان ما تتوسخش، وهلبس لبس الشيف. يس، ايوه كده تمام قوي. هجهز بقى التورته. اول حاجه هجيب الدقيق وعليه البيض، وبعد كده هجيب الشوكولاتة عشان سيمبا ابني بيحبها بالشوكولاتة. أيوة، وبعد كده هعمل النص التاني فانيليا، هحط له الفراولة،
والكريز وكمان المانجا والكيوي كده تمام قوي. هحط ده كده وده على ده وده على ده كده تمام قوي. فو فو فو. الله تورتتي حلوة جدا. واو لما اروح بقى احطها هناك مكان عيد الميلاد. يلا بقى قولوا هتشتروا ايه. انا هشتري لها الكاميرا والدبدوب. بكام دول حسابهم يا عم؟ دول يا بنتي حسابهم 500 جنيه. وانا هشتري لها ورد. خالتي ام سيمبا بتحب الورد. بكام الورد يا عم؟ ب400 جنيه يا حبيبي. وانت يا ميمون هتشتري لها ايه؟ انا هشتري لها نظارة وميك اب. بكام دول حسابهم يا عم؟ دول حسابهم 550. يلا كل واحد يحضر الحساب بتاعه. اتفضل يا عم. اتفضل. وانا كمان اتفضل حساب. انا كمان يا عم. يلا بينا بسرعة يا اصحابي عشان نروح عيد الميلاد. ايوه ايوه يلا بسرعة عشان ما نتأخرش. وكمان عاوزة اقول لخالتي ام سيمبا كل سنة وانت طيبة وادوق من التورتة بقى. هو سيمبا راح فين؟ كمان ابو سيمبا هو في ايه؟ هما راحوا فين الاتنين؟ انت رايحة فين يا ام سيمبا؟ استني. انا مش لاقية سيمبا. وانت كنت فين؟ ما تقلقيش ما تقلقيش. المهم دلوقتي انت لازم تلبسي فستان. الله ايه الفستان الجميل ده؟ وكمان انا بحب اللون الاحمر قوي. يلا يا ستي مبروك عليكي. طب انت لبستني الفستان ده ليه؟ سيمبا انت كنت فين؟ تعالي تعالي بس يا ماما، تعالي هنوريكي حاجة حلوة. ايه ده؟ ايه العيد الميلاد الجميل ده؟ كل سنة وانت طيبة يا ماما. كل سنة وانت طيبة يا ام سيمبا. متشكرة جدا وانتوا طيبين. ايه عيد الميلاد الجميل ده؟ ده احلى عيد ميلاد في حياتي. يلا يا سيمبا يلا نغني لماما ونطفي الشمع. لا يا بابا انا مستني صحابي، انا عزمتهم وزمانهم جايين دلوقتي. كمان يا حبيبي عزمت اصحابك؟ ايوه يا ماما دول مبسوطين جدا. يا خاله ام سيمبا يا خاله ام سيمبا اتفضلي الورد ده وكل سنه وانت طيبه. وانت طيب يا فلافيل ومتشكره جدا. وانا كمان يا خاله ام سيمبا جبت لك هديه جميله قوي، كاميرا وكمان دبدوب. شكرا يا زرافه يا بنتي والله كتر خيرك. وانا كمان جبت لك هديه حلوه قوي. وانت كمان يا ميمون. ايوه طبعا امال ايه، جبت لك نضاره وادوات ميك اب. يلا بقى علشان نطفي الشمع. يلا بينا. Happy birthday to you. Happy birthday to you. سنة حلوة يا جميل. سنة حلوة يا ماما. سنة حلوة يا جميل. قرب 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 تعالي شوف انا ببيع ايه. ببيع لعب البوبيت وببيع شنة البوبيت. يلا يا اصحابي تعالوا بسرعة شوفوا انا ببيع ايه. الله يا ماشا انت بتبيعي لعب البوبيت. انا بحبها جدا اللعبة دي. هاخد منك لعبة وهنده كل اصحابنا عشان خاطر يجوا ياخدوا منك هما كمان. شكرا ليك يا دبدوبي. شوف بقى اي لعبة انت عاوزها وخدها. يا غزالة يا غزالة شفتي ماشا بتبيع ايه؟ بتبيع ايه يا ترى يا دبدوبي؟ بتبيع العاب البوبت جميلة قوي. وكمان عندها شنطة البوبت لابساها شكلها حلو قوي. عندها منها كمان بتبيعها لو انت عايزة واحدة يا غزالة. الله عندها شنطة البوبت ده انا كان نفسي فيها وكان نفسي اجيبها. كويس ان انت قلتلي. يلا بينا بقى نروح نشتري منها. استني بس يا غزالة لما نعدي على اصحابنا كلهم ونقول لهم وناخدهم ونروح كلنا مع بعض. طيب يا دبدوبي روح انت اندهلهم وانا هستناكوا هنا نروح كلنا سوا. شوط الكوره يلا يا فلافيلو. يلا يا فلافيلو شوط بسرعه. انتوا بتلعبوا كوره؟ تعالوا ده انا جايب لكم بقى لعبه جديده انما ايه هتعجبكم قوي. لعبه ايه؟ لعبه ايه يا فلافيلو؟ ها لعبه ايه؟ ماشا بتبيع العاب بوبت جميله قوي. وانت يا دبدوبي اشتريت منها ايه؟ اشتريت لعبة الكوب كيك دي. ايه رأيكم فيها؟
انت على طول كده يا دبدوب يهمك على بطنك. خلي بالك الكب كيك ده لعبة مش حقيقة، ها عشان ما تفكرش ان انت تاكله يعني كده. برضو يا سنجاب بتتريق عليا. طيب انا غلطان. انا بهزر معاك يا دبدوبي، ما تزعلش مني. بتهزر؟ طيب ماشي، يلا بينا بقى نروح لموشة قبل ما تبيع البضاعة كلها اللي معاها وما نلحقش ولا ببتاية واحدة. طيب يلا بينا عشان نشجعها كمان على المشروع الهايل اللي هي عملته ده، ربنا يوفقها. عندك حق يا فلافيلو، يلا بينا يا اصحابي. اهلا بيكوا يا اصحابي، نورتوني. شكرا يا دبدوب ان انت رحت وقلت لهم. لا شكر على واجب يا ماشا، احنا صحوب ولازم الصحوب يحبوا الخير لبعض. كويس ان انتوا جيتوا في الوقت المناسب يا اصحابي، عشان البوبت اللي عندي كان قرب يخلص. الحمد لله انا بعت البضاعة اللي عندي وجبت تاني كمان. الله الله الله، ايه الجمال والحلاوة دي كلها يا ماشا، وكمان عندك لعبة اليونيكورن، ده انا بحبها قوي، ده انا شكلي كده هاخد كل البوبت اللي عندك. وانا كمان عجبني البوبه الفراشه قوي، هاخد واحده ليا. يعني هي جت عليا انا كمان، عجبني حاجات كتير قوي من اشكال البوبه، بس انا محتاج المقلمه عشان احط فيها ادوات المدرسه بتاعتي والاقلام. استنوني يا اصحابي لما اخلص بيها كل البوبه اللي معايا علشان نلعب كلنا سوا في الحديقه بالبوبه بتاعتنا. خلاص ماشي ماشي يا ماشا، كلنا مستنيينك اهو. يلا كلنا نلعب بالبوبيت. هاي بوبيت 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 بوبيت. هاي لعبة جميلة، لعبة حلوة جدا. كده خلصت الحدوتة بتاعتنا يا اصحابي. لو عجبكم بقى الفيديو والحدوتة ما تنسوش تعملوا علامة اللايك اللي صباعها مرفوع لفوق، وتدوسوا على الزرار الاحمر عشان تشتركوا في القناة ويوصل لكم كل حدوتة جديدة هننزلها. باي باي يا اصحابي.